طاجين ديال السلاوي ومخضر بمطيشه كيجي هائل. اذا غنحتاجوا الدجاج، البصله، التوابل، القزبر والمعدنوس، الثومه، القرعه السلاويه، مطيشه. بالنسبه لطريقه التحضير سهله، كنقطعوا البصله، الربيع، الملحه، البزار، سكنجبير، القرفه، الخرقوم، الزيت البلديه، وكنخليو هاد الطاجين يتقلى مزيان مع الدجاج اللي عندنا. كنمرقوا بشويه ديال الماء وكنخليوه حتى يغلى، وكنضيفوا السلاوي من الفوق تكون مقطعه رقيقه. كناخذوا المطيشه كنزولوا لها الزريعه وكنقطعوها على ربعه وكندخلوها الفران تعسل. كنزيدوا لها شويه السنيده وقبيصه الملحه، فاش كتعسل كندردروا عليها الزنجلان وكنزوقوا بها طاجين وبالصحه والراحه.